طبعا في علامات بتعرف بيها النصابين، وفي طبعا في كل مجال عادي جدا من النصابين، وللاسف هما بيكونوا ابرز الناس، لان العلامات دي عباره عن وهج بيتحط حوالين الشخصيه دي يقنعك ان هو صادق وان انت لازم تستثمر معاه. اشهر مثال، وهنذكر مثال غربي، مش هنحاول نذكر امثله عربيه كتير عشان مشاكل، اليزابيث هولمز، ودي عليها قضايا كتيره لانها ادعت واقنعت عشرات الناس من وادي السيليكون، يعني اقنعت ناس عبقرة في التكنولوجيا انها من خلال نقطة دم واحد تقدر تحلل وتحدد كل الامراض اللي عندك من خلال نقطة دم واحدة، وده طبعا كانت حاجة رهيبة جدا. العلامات ديت تلاقي مكتب راقي في حي راقي، حاجة روعة، المهتمة بشكل الانيق، ولبس هي كانت معتادة انها تلبس لون اسود كله زي ستيف جوبز، وطبعا تحط على كل اغلفة المجلات التكنولوجيا وغير التكنولوجيا، وتظهر في كل البرامج، تلاقي الشخص العملي بيظهر مثلا مرة في السنة، وبقية الوقت بيحاول يطور نفسه ويكتشف الأخطاء اللي عنده ويصلح نفسه، إنما بيبقى الشخص التاني فارغ فما عندوش حاجة يصلحها على طول. دعم صفحات بقى اللي هي مهتمة بالفيمينيست والحاجات ديت، رحلات بقى لدبي ورحلات لمؤتمرات مجلات وهكذا، لغة انترناشونال، الحاجات ديت بيعرض الحاجات كلها زي ما انت شايف في مجلات وفي مؤتمرات غير علمية، زي جهاز الكفت مثلا، حاجة غير علمية خالص، وما يقدرش يحطها لا في نقابة الأطباء ولا يحطها، لا هو بيشوف مؤتمر ناس مش متخصصة علميا ويبدأوا إن هما يروجوا للمجال دوت. فدي علامات في كتب بتبدأ تحط العلامات دي، كان دكتور أحمد خالد توفيق برضه اتكلم على بعض العلامات، بحيث إن أنت تعرف الشخص ده هل هو فعلا يستحق ولا لأ، تقدر تاخد كلامه وتديه لحد متخصص. هو بيحاول يهرب من ان هو يقعد مع حد متخصص، زي ما كانوا بيقولوا الباطنية لا تتكلم في بيت فيه مصباح، ما تتكلمش في مؤتمر علمي فيه ناس متخصصين يقدروا يناقشوك ويثبتوا ان انت ما تفهمش حاجة، لا اطلع بقى في برامج توك شو، في برامج بتسقف في مؤتمرات مالهاش لازمة، وبحيث ان انت تشتهر، اظهر في تيد كتير، اظهر في حاجات زي تيد كده، تدي حاجة محترمة وحاجة علمية، لكن اللي بيفلتر واللي بيدور ما بقاش شخص متخصص، هو بيشوف بس ايه الحاجة اللي الناس مهتمية بيها.